أهم الأدوار والإمكانيات التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة وقت شهر رمضان في رعاية وتنظيم الشؤون الصحية الفردية والأسرية. حرصت دولة الإمارات العربية المتحدة على سلامة المجتمع والوصول به إلى مرحلة التعافي من جائحة كوفيد-19. من الناحية المجتمعية، تجنب الزيارات والتجمعات العائلية والفعاليات المجتمعية، تجنب تبادل الوجبات بين الأسر، منع إقام الخيام الرمضانية لما فيه من اختلاط الواسع. من الناحية على إقامة شعائر الشهر والعبادات، الالتزام بالتباعد أثناء الصلاة مع ارتداء الكمامة وإحضار السجادة الخاصة، قراءة القرآن بواسطة الأجهزة الذكية الخاصة، تعليق الدروس والحلقات الدينية المباشرة في المساجد مع إمكانية المشاركة في المحاضرات الإلكترونية.